سابقين من ملوك الفن، راح قال أول فردة فيها قال المقادير علي ربي وكتبها، واللي أشوفها وأحبها كاتبها، تطلع من الجو زي مكتوب كتابها. المعنى مقادير علي يعني هو نصيبه وتكتب عليه، اللي أشوفه أحبها كاتبها نحب أرسلها. الله، هي تطلع من الجوزة هي مكتوب كتاب، ما هو ما يعرفهاش يمين، هو بيبعث لها الجواب. بعد كده قفل الخانة قال الهوى بلاني وانا صبي، يعني هو صغير قبل ما ابلغ حدي وانا صبي، يعني قبل ما العقل يكتمل. واعملي لي قسمتي ونصيبه. شفت القافية رحمة الله عليه كان كنز المعاني وكنز الحروف وكنز القوافي. احنا مفتقدين البركة في الأجيال. علم الأمة الفن الشعبي. فالفن الشعبي مش تقول لي وأقول لك ولا أشتم ولا عمر الفن ما كان شتيم. يعني أنا ما بحترمش أي فنان يشتم التاني. أحمد روح يقول الفن يا حج ربيع، الفن معاني وأحاسيس محسوس. الفن يا حج ربيع، الفن معاني وأحاسيس محسوس. أنا للمعنى يا حج ربيع، أنا المعنى يا حج ربيع، في المعنى بحضن وكمان ببوس سلام الياسر رشاد والفنان عمار وحمادة عواوة وجمال العربي وعيد الشرواني وجميع أي فنان، محمد أبو جابر، علي عبد السلام، جميع أي فنان. وسلامنا لعمنا أحمد، وسلامنا الأسامة، وسلامنا للحج أحمد أبو قادوس. جميل والله، جميل يا حج أحمد، كلنا بنحبك يا حج أحمد والله. الناظر شيخ العرب، الفوزة، ناس الفوزة، بلد الشيخ ياسين سفيان، زي ما انت يا باش، زي ما انت ما اسمعش اي كلام اللي انا اللي اقول لك. بس انا كنت عايز اختم القافية، بس لما لقيتها مع احمد ابو قدوس اقول والله من نفس يدي وكان ادي لك قلم افرن لك بيه الدروس، بس اتكسفت منك. لا عم احمد ابو قدوس لازم يبدأ، بس عشان عم احمد ابو قدوس احنا زكتنا حبيبنا، ده حبيبنا، ده الجروب بتاعه ما ببعدش حاجة على الجروب المكان يقبلها. ربنا يبارك فيك يا عم أحمد، يديك الصحة، ودايما نشوفك في الليالي الملاحي يا عم أحمد، في الأفراح دايما يا عم أحمد. هقول لك يا عم أحمد، هقول لك مقطوعة جميلة دي ليك أنت يا عم أحمد. هقول أبويا بنى لي قصر واستعجب البنا، العتبة رخام يا عم أحمد لكن المعجنة حنة، والسقف رشنا عام ضربوا الهوى غنى، أهلا ومعانا مال يا ناظر لكنا كتبنا ودخلنا، لكن من قلة المال يا عم أحمد حب البت جننا. جميل، حياك الله يا عم أحمد. سلامي للفنان ياسر رشاد حبيب الملايين، سلامي للفنان عمار، سلامي للكل، كل اللي على الساحة.
راجل احنا قاعدين في قعدة فن شعبي ولا قاعدين جوا مزادات؟ احنا قاعدين في فن شعبي. انا اول قلت الدنيا انا بتكلم دقيقه يا عم علي في معنى الخانه بعد اذن عم ربيع ولا قاعدين المعنى انا بتكلم في مزادات المعنى ببطن الشعب. قلت لك 100 مره الفن معروف ليه ارتجالات ودائما فيه خدوهات، مش سرحين في الشوارع. انا ببيع ضرضمنه وعلي بيبيع قليه وانت هتبيع لي شعر بنات يا راجل، عيب عليك. احنا في قاعدة الصف في قاعدة فن شعبي. لا 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 لا